شاي بالقرنفل او شاي بالمسمار مفيد لكل حاجة، مفيد ضد كورونا، وبيساعد على لو عندك احتقان في الزور ولا حاجة. والكورونا مش بيعيش مع الحاجات السخنة، يعني انت الوقت بتعمل افادة ليك وللي جنبك. تشرب شاي ده كويس جدا، وعليه القرنفل او قرنفل بالمصري او مسمار بلغات عربية تانية. شاي بالقرنفل بتعمل لنفسك مضاد حيوي، هو مضاد للفيروس لكن مش بيموت الفيروس. الشاي بالقرنفل، شاي بالقرنفل او شاي بالمسمار. اتفضلوا معانا، شامين الريحه، ريحته جميله جدا. ده من غير سكر، اللي عاوز يحط سكر يحط. انت كده بتعمل يعني ايه، بتدي جسمك زي مثلا فيتامين. الزور هيبقى كويس، ريحه الفم هتبقى احسن، واقول لكم ايه، بالهنا والشفاء.